بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أبنائنا طلاب الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله النهاردة معنا مولان نمبر 15 أو النموذج 15 من بوكلت المعاصرة، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة عندنا choose the correct answers of the five options given. اختار إجابتين. The company space her a message to ask about her continuous absence. طبعا الشركة أرسلت لها إيه؟ رسالة. طبعا هنا ممكن posted her a message يعني أرسلت رسالة، أو sent her a message. To be reliable means to be طبعا reliable يعني موثوق أو معتمد عليه. To be avoidable متجنب. Trustworthy طبعا هنا trustworthy يعني موثوق منه. Wealthy ثري. Tricky خداع أو مخادع. Dependable طبعا dependable يعني معتمد عليه. You have no space, this is the only thing you can do. يعني you have no عندك شيء. No option خيار. No toy لعبة. Fortune ثروة. Choice يبقى you have no choice يعني ليس لك خيار. I am so confused أنا مضطر مرتبك. I can't decide أنا لا أستطيع أن أقرر. What I should do ما يجب أن أفعله. This means I am forceful مجبر. Mystified يعني بتحير كده. Mystified. Customary طبعا متأقلم. Witty كثير أو زائد الوزن. Perplexed طبعا هنا perplexed يعني متحير. بالنسبة عندنا let's choose the correct answer from A, B, C or D. If you feel thirsty طبعا هنا if you feel thirsty دي الحالة الشرطية، يا ترى لو انت شعرت بالعطش. طبعا هنا present simple مضارع بسيط. Very not cold water. Not drink ولا not to drink ولا don't drink. طبعا هنا don't drink يعني لا تشرب. الحالة الشرطية الأولى مضارع مستقبل أو مضارع أمر، وعندنا الأمر هنا نيجاتيف نفي يبقى don't drink لأن ما عندناش فاعل. فالفعل عندنا مين؟ أمر منفي don't. My sister has an interview tomorrow. أختي عندها لقاء أو حوار غدا. She hopes that she's pace well. طبعا هنا my sister has an interview tomorrow عندها مقابلة غدا. She hopes hope من الأفعال بجمعها will. She hopes that she will do. Hope أو promise أو predict أو expect أو believe أو think بيأتي أو بيأتي بعدها will والمصدر. Being bitten by snake كونك اتعضيت أو لدغت من ثعبان. Was a space experience I had during camping 4 years was the worst يعني أسوأ تجربة. I had during يعني مرت بي أثناء المعسكر 4 years لسنوات. هنا the worst الأسوأ. After coming home بعد ما رجع أو عاد على المنزل أو بعد العودة على المنزل. Use please wash your hands to avoid coronavirus infection. طبعا هنا يجب كنوع من الأدفايز strong advice. You after coming home you must wash your hands to avoid coronavirus infection. طبعا هنا you must طبعا هنا strong advice نصيحة قوية أو ضرورة. لكن you have to طبعا ديتي إلزام خارجي، لا هو مش قانون إن أنا ألزم بيه ولكن كنوع من ال strong advice. She space the bedrooms on Fridays. She is supposed to طبعا هنا present لأنها عادة on Fridays. فطبعا ال P و D كاستخدام ماضي خطأ يبقى عندنا A أو C. فطبعا هنختار A هو ال expression supposed to والمصدر يبقى to tidy. The football coach warned the players warned يبقى حذرهم. Not to shout with each other again. Not to طبعا النيجاتيف not to يعني لا يصرخوا في أحد مرة أخرى. When I finish my homework لما بنتهي من واجباتي. I space a football match. I when I finish my homework I will play أنا سوف ألعب. طبعا هنا استخدام المستقبل. When I finish my homework لما انتهي من واجباتي. I will ولا I am going to طبعا هنا كنية. I am going to play football. I am going to play a football match.
على إنها يعني ناوي يفعل شيء. Is this she a good car? She would travel. طبعا هنا الحالة الشرطية التانية، الحالة الشرطية التانية اللي هي ماضي بسيط و ودون مصدر، فطبعا هنا ما عندناش اف، ولكن هيحل محلها had لو جينا نرجع الجملة الأصلية لأصلها if she had a good car، لو كان عندها سيارة جيدة she would travel by it to أسيوط، كانت سافرت بيها لأسيوط. طبعا صح، يبقى عندنا had هنا فعل رئيسي في الجملة فيحل محل if، يبقى هنا مين had she a good car. سمح needn't، طبعا space the garbage her younger brother did 2 hours ago، طبعا مكانش ضروري تقوم بتجميع القمامة أو بتجميع، لأن ابنها الصغير قام بها منذ ساعتين، يبقى سماح needn't have collected. لأن الجملة عندنا ماست يعني ما كانش ضروري إن هي تقوم بالتجميع. Her younger brother did 2 hours ago، قام بها منذ ساعتين، وطبعا هنا طبعا needn't have التصريف التالت عندنا على إن عدم ضرورة في الماضي، وطبعا needn't have إن الشخص بيعمل الشيء، لا هي أصلا ما عملتهاش، ولكن ابنها الصغير did it did 2 hours، قام بيها منذ ساعتين، يبقى needn't collect، يبقى بيتكلم عن عدم ضرورة في الوقت الحالي لأن ابنها الأصغر قام بالشيء ده منذ ساعتين، يبقى needn't والمصدر فقط. London is colder than Cairo in winter. London بتكون أشد برودة من القاهرة في فصل الشتاء. This means that Cairo isn't as hot as London in summer. القاهرة ليست حارة مثل لندن في الصيف، احنا بنتكلم عن الشتاء. Cairo is hotter than London in winter. إن القاهرة أكثر حرارة من لندن في فصل الشتاء. طبعا أيوة هنا لندن دي أقل برودة منها في الشتاء، معنى كده إن القاهرة أكثر حرارة، لكن هنا لندن isn't as cold، ليست برد مثل القاهرة، خطأ. لندن is hotter، هي أكثر حرارة منها، طبعا خطأ، هي لندن كايرو is hotter، دي لندن أكثر برودة من القاهرة في فصل الشتاء، يبقى القاهرة أكثر حرارة من لندن في فصل الشتاء. When she saw the fire she called for help، طبعا اسمها for help يعني طلبت النجدة لما كانت في حريق. Don't be nervous and space calm and stay calm، stay يعني ظل هادئ. بالنسبة عندنا ل passage are supermarkets designed to persuade us to buy more، هل السوبر ماركت مصممة لتقنعنا ان احنا نشتري اكتر. When you enter a supermarket، لما بتدخل سوبر ماركت the manager knows better than you do how you will behave، المدير بيعرف كويس انت كيف او كيفية التصرف. Which way you will walk، الطريق اللي انت هتمشي فيه. Where you will look، وإيه اللي انت هتنظر عليه. What will make you buy one product rather than another، المنتج اللي هتشتريه عن الآخر. The layout of a supermarket، تصميم أو مخطط السوبر ماركت. Is designed، مصمم. To take shoppers around the store، يعني ياخد المشترين ده حول المتجر. From left to right، من اليسار إلى اليمين. Then shoppers، المشترين. Will pay attention، يعني يلفت انتباههم. To all the products، لكل المنتجات. Fresh fruits، يعني الفواكه الطازجة. And vegetables، الخضروات. Are shown near a supermarket entrance، بتكون في مقدمة كده أو في مدخل، المدخل القريب للسوبر ماركت. This gives the impression، ده بيعطي انطباع أو انطباع. That the only healthy food،
ان الطعام الصحي فقط السولد ان ذا جيم يباع في المحل. بيزك فود الاطعمه الرئيسيه ذات ايفري ون بايز اللي بيشتريها الشخص لايك شوجر اند تي زي السكر والشاي ارنت بوت انكس تو ايتش اذر لا توضع بالقرب من بعضها. They are kept in different places توضع في أماكن مختلفة so customers go past to other attractive goods before they find them. الزبائن بيلتفوا كده حوالين أشياء جذابة أخرى قبل ما يجدوا هذه الأشياء. In this way ومن هنا shoppers are encouraged يعني المشترين بيشجعهم to buy products يشتروا منتجات that they don't really need يعني غير محتاجينها. Customers also buy more when the shelves are full الزبائن بتشتري أكتر لما يكون الأرفف ممتلئة than they are half empty أو بدلا من إنها نصف فارغة. They don't like to buy from shelves with few products they don't like لا يحبون الشراء من أرفف with few products بها منتجات قليلة on them because they feel there is something wrong with these products يعني شيء خطأ في هذه المنتجات. The best title of the passage is supermarket owners ملاك السوبر ماركت سوبر ماركت اند تشيلدرن سوبر ماركت واطفال سوبر سكسسفول سوبر ماركتس طبعا هنا سكسسفول سوبر ماركتس يعني السوبر ماركتس الناجح. ذا بيست انتونيم اوف ذا اكسبريشن بي اتنشن طبعا هنا افضل تعبير يستخدم عن او يدل على العكس من بي اتنشن يلفت انتباه. ان ذيس باسج از ديستراكت يشوش ignore يتجاهل attract يجذب forget ينسى طبعا pay attention يعني يلفت انتباه طبعا عكسها ignore يتجاهل او distract يشوش طبعا ignore يعني يتجاهل. The word impression انطباع in the passage can be substituted ممكن استبدلها substituted by impact تأثير admiration اعجاب opinion رأي this guest يعني طبعا هنا impression انطباع ممكن impact انطباع أو تأثير. Which of the following isn't an attractive thing for customers يعني ليس شيء جذاب للزبائن. Fresh fruits and vegetables are shown away بعيدا from the supermarket entrance طبعا يعني مش تأثير كويس إن نضع الفاكهة والخضروات في مكان بعيد. Fruit fresh and vegetables are shown near طبعا هو بيقول ليس جذاب إن أنت تضعها بعيدا لكن الشيء الجذاب إن أنت تضعها بالقرب من المدخل. Shelves are full الأرفف ممتلئة. Sugar and tea are shown near supermarket entrance بالقرب طبعا خطأ أول حاجة اللي مش كويسة إن أنا أحط الفاكهة والخضروات بعيدا عن المدخل. The organization of the supermarket يعني تنظيم السوبرماركت affects customers' ideas about buying things stops customers to buy from supermarkets طبعا ال organization affects customers' ideas about buying things طبعا دي صح يعني بيأثر على انطباعهم في الشراء أو تأثيرهم. Helps customers to pay money يدفعوا مال neglects customers بيهملوا تأثيراتهم طبعا خطأ. Which of the following is true أي من هذه صح. Some customers buy things they don't need بعض الزبائن تشتري أشياء ليست في حاجة إليها. All customers visit supermarkets every day كل الزبائن بيزوروا المحل كل يوم طبعا خطأ أيضا. Some customers refuse to buy بعضهم يرفض الشراء. Some customers buy all the goods بيشتروا كل البضائع خطأ طبعا هنا. Some customers buy things بيشتروا أشياء they don't need غير ضروري أو غير محتاجين أو ليسوا في حاجة إليها. People are attracted by الناس بتنجذب إلى the view of the goods يعني منظر البضائع the prices of the goods أسعارها the other customers وق الزبائن shapes of the goods طبعا هنا أشكال البضائع shapes ولا the view المنظر للبضائع طبعا هنا المنظر منظر البضائع نفسها. Tea and sugar is شاي وسكر should be in the corner في زاوية the end of the supermarket نهاية. Different places طبعا هنا ذكرها لنا different places أماكن مختلفة. بالنسبة للجزء الخاص بالtranslation part 2
translate into Arabic. We should be optimistic. يجب أن نكون متفائلين. And always think about the good ideas in our life. ونفكر في الجوانب الجيدة في حياتنا. بسمزم اللي هو التشاؤم is a deadly enemy. يعني عدو قاتل أو مميت. That defeats يهزم our hopes. يعني أملنا. And the aspirations وطموحاتنا. We should always يجب أن نكون دائما look cheerfully. يجب أن ننظر دائما بتفاؤل at the future للمستقبل. بالنسبة ل translate into English. يحلم الناس في جميع أنحاء العالم بعالم من الحب والصداقة. عالم حيث يستمتعون بالحرية والمساواة. حيث يحب الفقراء الأغنياء لأنهم يساعدونهم. عالم حيث يوجد احترام متبادل بين الكبار والشباب. أيضا عندنا إسيا عن about 180 words 180 كلمة how to help your community كيف تساعد مجتمعك. طبعا ده موجود عندنا على القناة على paragraph أو مقالات سنوية عامة. تعالوا مع بعض نتعرف على الجزء الخاص بالtranslation. Again يجب أن نكون متفائلين ونفكر دائما في الجوانب الجيدة في حياتنا. التشاؤم عدو قاتل يهزم أملنا وطموح وتطلعاتنا أو طموحاتنا. يجب أن ننظر دائما بمرح إلى المستقبل أو للمستقبل. بالنسبة لـ translate into English يحلم الناس في جميع أنحاء العالم بعالم من الحب والصداقة. People all over the world dream of a world dream of a world of love and friendship صداقة. A world where they enjoy freedom حيث يستمتعون بالحرية and equality والمساواة. And where the poor are beloved ولأنهم يساعدون حيث يحب الفقراء اللي هو the poor are loved يحب الفقراء rich الأغنياء because they help them لأنهم يساعدونهم. A world where there is mutual respect حيث عالم حيث يوجد تبادل أو احترام متبادل mutual respect احترام متبادل between adults ما بين الكبار and young people والصغار أو الشباب. Again people all over the world dream of a world of love and friendship. A world where they enjoy freedom and equality and where they the poor are loved rich because they help them. A world where there is mutual respect between adults and young people. ومن هنا وصلنا لنهاية اختبار اليوم بالنسبة لموديل نمبر 15. وانتظروا أجزاء المراجعة بالنسبة للمنهج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.